حينما يتعاظم المنكر وتتزايد الفاحشة ويعم الفساد والفسوق في أرض الله بين هذه الأمة، قد لا أستطيع ولا تستطيع معي أن نزيل معالم المنكر أو أن نوقف زحف الرذيلة، لكن لا أقل من أن يبقى قلبنا مستهجنا لها، مبغضا لها، كارها لها، متبرئا منها، لا يألفها، لا يعتاد عليها، لا يبررها، لا يعيش مع أهلها، لا أقل من أن نبقي جمرة القلب متقدة بحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والتعلق بكتاب الله. إن وجود الفاحشة المنكرة، وإن وجود المعاصي والآثام، وإن ظهور الفساد في البر والبحر والجو، كل هذا قد ننجو به، قد ننجو منه ابتداء إذا حافظنا على دولة قلوبنا، إذا عرفنا كيف نبني حاجزا وجدارا ما بين قلبنا الموحد الرباني المتعلق بالله والآخرة وما بين هذه الآثام والمعاصي والمنكرات التي ما عاد يخلو منها بيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المصيبة أننا رغم أننا لم نفعل شيء ولم نقدم شيء ولم نبذل شيء في محاولة الإصلاح والتغيير، بل زدنا على هذا بأننا ألفنا الرذيلة، اعتدنا المعصية، بررنا الفساد، وصرنا نعيش فيه وفي مستنقعاته ومع أهله، نعايشهم، نساكنهم، نآكلهم، نشاربهم، وكأن ليس هناك شيء. إن قلوبنا ما عادت تنبض غضبا وحزنا على صورة المعصية يعلن بها هنا وهناك. إن أفئدتنا ما عادت تشعر بحرارة الأسى من أجل الفضيلة، من أجل الدين، من أجل القيم، من أجل الأخلاق، وهي تراها تذبح على قارعة الطريق جهرا وإصرارا. إننا بدأنا نفقد خاصية القلب المؤمن الموحد، وهو استشعار بغض المعصية وكرهها، واستشعار كره الباطل والحقد عليه. يا أحبتي، يا إخوتي، قلوبكم 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 إياكم أن تتضعضع، إياكم أن تفقد الثقة بالله، إياكم أن تمتلئ بعقدة النقص والانهزام أمام زحف الكافرين، إياكم أن تألف المعاصي، إياكم أن تعتاد الشهوات، إياكم أن تفلسف الموبقات، إياكم أن لا تشمئز من المنكرات. قلوبكم أبقوها القلعة الوحيدة الحصينة التي لا يدخلها شيء من شياطين الجن والإنس، لا بمخطط ولا بإفساد ولا بتغييب ولا بتغيير ولا بتشويه ولا بتهجين.